بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. في الفقرة إن شاء الله سنرى نتيجة السباق الذي سيجرى بين الأرنب والسلحفاة. إذن كما رأينا فيما سبق لولابان لويغيز دون زانكوا أغوغاردي لو سبيكتاكل دي شا كي شاس لا سوري. لولابان لويغيز دون زانكوا أغوغاردي لو سبيكتاكل دي شا كي شاس لا سوري. إذن رأينا فيما سبق بأن الأرنب بقي مذهولا ينظر إلى مشهد القط الذي يصطاد الفأرة. لا تورتي كوخ أنكور. السلحفاة تجري أيضا أو مزيدا. إذن لا تورتي كوخ أنكور. عدنا لغرب كوغير أنكور يعني مزيدا أو أيضا. النتيجة في المعنيين. لا تورتي كوخ أنكور. السلحفاة استمرت في الجري. هذا هو المقصود هنا. Elle monte sur un chou et descend. Voilà, c'est un chou. Alors, la tortue monte sur un chou et descend. السلحفاة تصعد فوق الملفوف ثم تنزل. إذا le verbe monter هي صعد. Le verbe descendre هو نزل. Le verbe monter et descendre هادو فعلان متعاكسان. لو فيرب مونتي اي لو فيرب ديسوندر. اذا هذان فعلان متعاكسان. لو فيرب مونتي هو فعل صعد. لو فيرب ديسوندر هو فعل نزل. اذا ال مونت سور ان شو اي ديسون. هي تصعد فوق ملفوفين ثم تنزل. يعني ان السلحفاة وهي تسابق طبعاً الحال الارنب وجدت في طريقها ملفوفا فصعدت فوقه ثم نزلت. Elle ne tombe pas. Elle continue. هي تستمر. Le verbe continuer هو فعل استمر. Elle ne tombe pas. هي لم تسقط. رغم صعودها فوق الملفوف. Elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. هي لم تسقط. Le verbe tomber هو فعل سقط. Elle ne tombe pas. Elle continue. هي تستمر. يعني أنها استمرت في السباق. لولابا سو غوتورن يعني الأرنب يستدير. يعني أن الأرنب يلتفت بمعنى آخر. لو فيرب سو غوتورني هذا فعل استدار أو فعل التفت. إذا لولابا سو غوتورن الأرنب يستدير المقصود أنه يلتفت. إل في دي بون هو يفعل قفزات. عندنا هنا إل في دي بون. هاد كلمة بون تأتي من فعل بوندير. بوندير تعني تقريبا مثل سوطي يعني قفزة. لولابا سو غوتورن إل في دي بون إي كومونس أ كوغيغ ثم يبدأ في الجري. لو فيرب كومونسي يعني بدأ. لو فيرب كومونسي هو فعل بدأ. لولابا سو غوتورن الأرنب يستدير. إل في دي بون يعني هو يفعل قفزات. اي كومونس ا كورير ثم يبدا في الجري. سي ترو طار بور لوي. سي ترو طار بور لوي. كلمه طار هذه ستان ادجكتيف. هذه كلمه وصف. هذه كلمه وصف يعني اننا نصف بها شيئا او شخصا نقول عنه طار يعني انه متاخر. هنا عندنا سي ترو طار تنتكلموا على واحد الوقت بانه ترو طار بانه متاخر كثيرا. بور لوي بالنسبة له. إذا كأننا نتكلم عن وقت متأخر بالنسبة له. يعني أن فرصة سباقه قد مضت. يعني أنه كانت له فرصة لو أنه انتبه في بداية الأمر. أما وأن السلحفاة تجري وهو منشغل بمشاهدة القط يجري وراء الفأرة فهو قد ضيع الكثير من الوقت. إذا نقول سي ترو طار بور لوي. هو جد متأخر بالنسبة له. هو جد متأخر بالنسبة له. لا تورتي إي ديجا لوان. لا تورتي إي ديجا لوان. السلحفاة هي من قبل بعيدة. المقصود هي من قبل ابتعدت. لا تورتي إي ديجا لوان.
يعني أن السلحفاة هي قبلا، هي من قبل الوه، الوه يعني بعيد. إذن طبعا الحال المقصود بأن ابتعدت قبل هذا الوقت الذي انتبه فيه الأرنب. مثلا ممكن أنني أقول جاديجا في منتخباي، أنا فعلت من قبل عملي. إذن كلمة ديجا أنها تعني قبلا، كلمة ديجا تعني قبلا أو من قبل. لا طورتي ديجا لوا، السلحفاة قبلا بعيدة أو هي من قبل بعيدة، يعني أنها في وقت سابق ابتعدت. إذا لا طورتي غان أون فا دو لا كورس، السلحفاة تربح في آخر السباق. لا طورتي غان سيلوفير غاني، سيلوفير غاني هذا فعل رابحة، أون فا دو لا كورس في نهاية السباق. لا طورتي غان أون فا دو لا كورس، السلحفاة تربح في نهاية السباق. إل صوت دو جوا، هي تنطو من الفرح. إل صوت، إل صوت سيرفير صوتي هذا فعل قفز. إل صوت دو جوا، إل صوت دو جوا هي تقفز من الفرح. إل صوت دو جوا هي تقفز من الفرح. إل أصواف هي عندها عطش. إل أصواف، إل أصواف. كما نقول الأفة هي عندها جوع، هنا عندنا الأصواف، الأصواف، الأصواف هي عندها عطش. البوا بوكودو هي تشرب ماء كثيرا، هي تشرب ماء كثيرا. عندنا لوغ بواغ، لوغ بواغ هذا فعل شربة. البوا بوكودو هي تشرب ماء كثيرا. Les oiseaux chantent pour elle. Les oiseaux chantent pour elle. الطيور تغني لها. إذن les oiseaux chantent pour elle. الطيور تغني من أجلها كما نقول. المقصود أنها تغني لها. الطيور تغني فرحا للسلحفاة التي ربحت السباق. Le lapin dodo reste debout sans bouger. Le lapin dodo رست دوبو سون بوجي، الأرنب دودو بقي واقفا بدون حركة. لوفاغ بوجي هذا فعل تحرك، يعني أنك تتحرك من مكان لآخر. لولابا دودو رست، الأرنب دودو يبقى. لوفاغ رست يعني بقي. لولابا دودو رست دوبو، الأرنب دودو يبقى واقفا سون بوجي بدون حركة. كما لو نقول بأنه بقي مذهولا واقفا ينظر وبدون حركة. إذا لولا با دودو رست دوبو سون بوجي. دودو تي نا با ايتي سيريو، دودو أنت لم تكن جديا، يعني أنك لم تكن جدي في سباقك. ففي الوقت الذي كانت السلحفاة تجري وتلتزم بسباقها أنت كنت غير مبالي. إذن دودو tu n'as pas été sérieux. إذن دودو أنت لم تكن جدي. tu as perdu la course. أنت فقدت السباق أو أنت خسرت السباق. عندنا هنا لو فيرب perdre هذا فعل فقد أو خسر. يمكننا أن نقول مثلا j'ai perdu ma clé، أنا فقدت مفاتيحي. مثلا عندنا هنا tu as perdu لا كورس، أنت خسرت السباق. لويدي لاشات، قالت له القطة. لويدي لاشات، قالت له القطة. إذا القطة قالت له أنت يا دودو لم تكن جديا في سباقك وأنت خسرت السباق. نعيد مرة أخرى. لولابان لوي غز دون زان كوا أغوغاردي لسبكتاكل دو شا كي شاس لسوري. La tortue court encore. La tortue court encore. Elle monte sur un chou. Elle monte sur un chou et descend. Elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Elle continue. Elle continue. Le lapin se retourne. Le lapin se retourne. Il fait des bonds et commence à courir. C'est trop tard pour lui. C'est trop tard pour lui. La tortue
est déjà loin. La tortue est déjà loin. La tortue gagne en fin de la course. La tortue gagne en fin de la course. Elle saute de joie. Elle saute de joie. Elle a soif. Elle boit beaucoup d'eau. Elle a soif. Elle boit beaucoup d'eau. Les oiseaux chantent pour elle. Les oiseaux chantent pour elle. Le lapin dodo reste debout sans bouger. Le lapin dodo reste debout sans bouger. Dodo, tu n'as pas été sérieux. Tu as perdu la course. Dodo, tu n'as pas été sérieux. Tu as perdu la course. Tu n'as pas été sérieux. Tu as perdu la course. Louis de la chatte. Louis de la chatte. إذن اكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.